وعينيا يا روح قلبي هعمل لك احلى حواوشي، احلى حواوشي اسكندراني لاحلى ام حماد. بصوا بقى معايا هنا العيش المصري، العيش البلدي العادي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب مقص. بصي وهاتي كده الرغيف. انا عايزه اقول لكم واحنا بنحضر للحلقه، طبعا لما بنيجي عشان نحضر لحلقه حلوه كده كلنا بنشترك مع بعض هنا عشان نطلع حلقه حلوه، فبقينا نغطي الحواوشي، بقينا نغطي العيش عشان لما نيجي نعمل الحواوشي العيش ما يكونش ناشف معاكي. يعني لما تجيبي العيش ما تسيبيهوش كده مكشوف فينشف معاكي، لا تعملي ايه؟ تغطيه علشان يطلع معاكي زي الفل وتعرفي تحشيه ما ينشفش معاكي. بصي احنا بنعمل ايه بالمقص كده، بنفتح كده من الجنب بصي عشان نحشيه بكل سهولة. احنا معانا بقى كام كورة؟ 1 2 3 4 5 6 تمام. وعايزة اقولك ده مش نص كيلو لحمة كامل، نص كيلو اللحمة لو كامل هيديكي 8 9. بصي نعمل ايه بقى؟ بجيب رغيف الحواوشي كده ونعمل ايه؟ ناخد الكورة بتاعتنا كده بتاعت اللحمة ونفرد كده. الناس اللي مش بتلحق الحلقه بتاعتي لانهم بيكونوا في الشغل، عندهم شغل مع الولاد في النادي، يا ساره احنا حابين نشوف البرنامج، على طول تتابعينا على بيج بتاعتنا، بيج مطبخ البلد، هتلاقي فيها الحلقات متعاده وهتلاقي فيها كل الحلقات، يعني اللي انا صورته هنا هتلاقيه على طول على البيج بتاعتنا مطبخ البلد، هتلاقي صورتي كده بصي شايفه صورتي. وهتلاقينا بننزل بقى الكواليس بتاعتنا قبل الحلقه وبعد الحلقه، وهتلاقينا فيها قد ايه احنا كرو مع بعض كلنا مع بعض، يعني اول ما بنخلص اكل بناكل مع بعض وبندوق الاكل، وهتلاقي كواليس مش هتلاقيها طبعا على الهوا مش هينفع، هتلاقيها في البيج بتاعتنا. بصوا نعمل كده، احشي بقى ايه العيش اللي عندك. بصي بصي الجمال بقى، يا نهار ابيض على الحلاوه. زي ما قلت لك انا احب ادي لابني او بنتي او انا شخصيا الرغيف الحلو ده مع شويه من السلطه الخضراء، شويه من سلطه الطحينه، وخلاص الحمد لله والشكر لله وكان الله بالسر عليهم والدنيا بقت زي الفل. يعني ممكن طبعا تقطعي الكوره دي على كورتين وتعملي كميه اكتر، لكن انا بقول لك على القيمه الغذائيه الحلوه، يعني اكليهم الرغيف وشويه سلطه وشويه سلطه الطحينه، هتعملي شويه بابا غنوج لو عايز تعملي سلطه الزبادي، لكن الحواوشي بيليق معاه قوي سلطه الطحينه والسلطه الخضراء البلدي اللي احنا بنحبها، وكمان لو بابا غنوج بتنجان مشوي، يعني حاجات مفيده. يبقى انت كده اكلوا بروتين اللي هو اللحمه ونشويات اللي هو العيش وكمان السلطه اللي هي الخضروات، يعني اكله كامله مكتمله وكلها ايه؟ بصحة وعافية، يعني على صحتك وعلى بدنك انت وولادك. تاكلوا وقتتك كانت تقول لي ايه لما كانت تعمل لي اكل؟ كانت تقول لي وهي وماما، والله يا روح قلب ماما يعني بألف هنا وصحة تنزل كده ايه تسري تمري، يعني مطرح ما تسري تمري ماما كانت بتقول لي كده. بصوا كده عايزة تعمليه في عيش اكتر، وزي ما قلت لكم هعمل لكم الحواوشي الاسكندراني في حلقة الواحدة. شفتي كده حشينا كل العيش، انا حابه اعمل معاكم كل الكميه واوريكم كمان ايه هنسويه ازاي. طيب يا ساره اسويه ازاي؟ معاكي طريقتين. بصي انت هتلاقي هنا كل اللي انت عاوزاه. اول حاجه هنجيب طاسه نرفعها على النار كده، وهنعمل ايه شويه زيت بصي كده وتنتوفه كده صغيره من السمنه او شويه صغيرين كده من اللية اللي انت حباه. بصي حته صغيره كده من اللية كمان حاجة بسيطة خالص من السمنة، بصي حاجة بسيطة خالص كده عشان يبقى بالظبط زي حواوشي الشارع. طب يا سارة أنا عايزاه يبقى صحي شوية، يعني مش عايزة أقلي ويبقى فيه، يعني حسب ما أنت عايزة، معاكي وقت لده اعملي ده، لأن أنا هنا القصة في الموضوع ده إن هو بعمل رغيف برغيفه، يعني بعمل رغيف رغيف، لكن معاكي وقت اعملي كده. عايزة تدخلي الفرن، انا بالنسبه لي الفرن افضل واصح، بس انا هجيب بس ده كده ثواني، افضل واصح. بعمل ايه؟ بصي كده صينيه بدهنها بدهنه بسيطه كده من السمنه وحاجه بسيطه كمان من الزيت، بصي ده على ده بصي، ونقطه ليا كده. الليا دي يا جماعه في ناس تقول لك ليا قول الله، لا يا حبيبه قلبي الليا دي يعني انت قول الله في بيتك لكن تاكليها من المحل. عايزه اقول لك الليا دي بتبقى رائعة. بس بصي سارة حطت ايه؟ تنتوفة، مجرد ريحة، ما بقولكيش غمسيها، تنتوفة هي دي السر. ناكل الحاجة بره ونقول تجنن بره وندفع فيها فلوس قد كده، يعني شوف الرغيف ده هتجيبيه من بره بكام؟
وبصرف النظر هل هتكون اللحمه بتاعته بلدي. بصي انا بعمل ايه، بفرد اللحمه كويس كده جوه الرغيف، بصي كانك انا عايزه اللحمه كده تاكل من العيش، وبعدين ننزل بيه كده على الصينيه. ادي واحد كمان، بصي افردي اللحمه جوه كده، بصي كانك ايه بتقرصي. واحده كمان اهو، افردي كده، بصي كده، مهم قوي علشان اللحمه تتفرد معاكي جوه الرغيف. واخد واحد كمان، صينيه بقى صاج، بصي كده، وننزل بيه كده. ممكن نحط واحد كمان هنا في النص. صراحة أنا إيه زي ما متعودة إن أنا ما بهدرش في بيتي، البرنامج هنا بيتي، ما بحبش برضو إيه أهدر بيه. لأ نعمل كله كده، بصي كده ونسستم كله، وناخد بقى الصينية الجميلة دي. بس قبل ما ناخد الصينية الجميلة ندهن كده الوش كمان بدهنة بسيطة من الزيت. أنا بحب الطريقة دي جدا، بعمل الكلام ده وبدخله الفرن، وبعمل بقى في نفس وهي في الفرن اروح عامله بقى السلطه الخضراء، اعمل سلطه الطحينه. وهعمل معاكم النهارده سلطه الطحينه، هتشوفوها ازاي نعمل سلطه الطحينه الموجوده عند الكبابجي او عند الحاتي اللي كلنا بنموت فيها وبتفتح نفسنا كده لما تمسكي الرغيف ده وتقسميه كده اربعه وتروحي بقى ايه واخده الحته ومغرقاها كده جوه سلطه الطحينه وشويه البقدونس. تمام، يلا بينا ناخدها ايه على الفرن. ساره انا لسه فاتحه دلوقتي حالا وما شفتش الطريقه، هتلاقي الطريقه بالتفصيل على البيج بتاعتنا مطبخ البلد، ادخلي على مطبخ البلد وهتلاقيني وانا بعمل الحواوشي لو انت لسه فاتحه دلوقتي ما شفتيش الطريقه. هنا اهو كده على الفرن، بصوا كده الجمال ما شاء الله. نقفل الفرن. طيب يا ساره اي فرن؟ لا مش اي فرن، هنروح الفاصل ونرجع اقول لك لازم الفرن يكون ازاي. مش هنتأخر عليكم، استنوني.